ما حكم ما يفعل عندنا في اليوم الثالث لموت الميت، وهو ما يسمى بالفاتحة، وفيه تذبح ذبيحة أو أكثر وتطبخ وتقدم للنساء، ثم يوزع ريحان لكل قادمة، وكذلك تقرأ الفاتحة سرا؟ وما حكم الأكل من تلكم الذبائح؟ جزاكم الله خيرا. كل هذا من البدع ولا يجوز فعله، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تحديد اليوم الثالث وذبح الذبيحة فيه تخصيصا بالنساء، وعمل توزيع الريحان وقراءة الفاتحة، كل هذه بدع فاسدة لا أصل لها في دين الإسلام. نعم.